قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانية سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف إن لدى الوزارة استراتيجية متكاملة لزيادة الرقعة الخضراء والحفاظ على التنوع البيئي لأصناف النخيل والأشجار والنباتات المحلية في مملكة البحرين. برامج متعددة تنفذها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بهدف النهوض بزراعة وإنتاج النخيل في مملكة البحرين، حيث قامت الوزارة ومن خلال مختبر الأنسجة التابع لشؤون الزراعة بإنتاج 1890 فسيلة من أنواع مختلفة سوف يتم إدراجها ضمن البنك الوراثي لأصناف النخيل، والذي يأتي ضمن برنامج تطوير قطاع النخيل وإكثاره في المملكة، إضافة إلى 876 فسيلة نسيجية من صنف الخنيزي. وبهدف تقييمها والمحافظة عليها أنشئت المجمعات الوراثية لأصناف النخيل المحلية، كما تم إدخال التقنيات الحديثة في خدمة وصيانة أشجار النخيل وأجراء دراسة أثر الري بمياه الصرف الصحي المعالجة في تركيز العناصر الثقيلة في سعف وثمار النخيل وعمل الدراسات اللازمة المتعلقة بالنخلة وتطوير الكوادر الفنية. وتقوم الوزارة أيضا بإجراءات أخرى تعنى بالعناية بالنخيل والأشجار، حيث تقدم خدمات التعامل مع الإصابة بالآفات الزراعية والإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، وذلك في جميع مناطق مملكة البحرين بما فيها الشوارع والميادين العامة. كما تبذل جهود أخرى في مجال النهوض بزراعة النخيل تتمثل في تنفيذ برامج إكثار النخيل نسيجياً بهدف التوسع في نشر وزيادة أعداد النخيل وخاصة الأصناف المرغوبة وإنشاء المجمعات الوراثية للمحافظة على الأصناف المحلية وتوثيقها من خلال الوصف الظاهري وتحليل البصمة الوراثية وإدخال التقنيات الحديثة في مجال إكثار أشجار النخيل، إضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الزراعة وخدمة النخيل ومعاملات ما بعد الحصاد.